عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا النهاردة هنعمل حلقة حلوة قوي عن الاطفال الحلوين، وكنا عملنا قبل كده 3 حلقات حلوين قوي عن الاطفال الحلوين والاكياس اللي طالعة جديد اللي فيها هدايا، هي او ممكن ما تكونش جديدة، هي بقى لها كتير بس احنا لسه شايفينها ما شاء الله. فيها بيبقى كوتشينة، وكوتشينة قيمة يعني، مش حاجة مش حلوة يعني، لا لعبة وأكل، حاجة كويسة للطفل وحاجات كويسة يعني، حاجة بتفيد الطفل، وبتساعد بتبقى لعبة حلوة أو ممكن برضو لو عندك طفل بتسكتي بيها إيه الأطفال الصغيرة. فأحنا ابتدينا قبل كده بمكة وسما وسعاد الأطفال الحلوين، وكل واحد طلع له هدية وعجبته. فالنهاردة هنبدأ الحلقة بتاعتنا بمين؟ بولد برضو حلو جدا هنتعرف بيه دلوقتي، وهنشوف ايه اللي هيطلع له في الكيس بتاعه. اول حاجة هنقول اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا الحلوة الجميلة، هنتعرف بالولد الحلو. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي فتحي محمد فتحي. شاطر يا فتحي. انت في سنة كم يا فتحي؟ في سنة 6. شاطر يا فتحي في المدرسة؟ شاطر. برافو عليك. قول لي يا فتحي، الكيس اللي هيطلع لك ده نفسك يطلع لك فيه ايه؟ بص، هو اللي هيجيبه ربنا يا فتح. يعني انت راضي باللي هيطلع لك في الكيس؟ طب ماشي يا فتح، احنا هنشوف الكيس بتاعك. انت دلوقتي هتفتح الكيس بتاعك وتقول سمي بسم الله. انت ازاي لسه بتتكلم بربنا؟ ماشي، نسمي بسم الله ونفتح الكيس ونشوف الكيس بتاعنا طلع فيه. طلعها من الكيس يا فتح ووريها لنا شكلها ايه وهي ايه اصلا. سمي بسم الله حبيبي وطلع كده وورينا هي فيها ايه. دي البتاعه دي بيعملها بروح. ورينا يا فتح، ورينا احنا معاك اهو. بروح بيعمله لما يكونوا في مكان، يعني يكون يعني لما يكونوا يعني هي من الاخر لعبه وفيها لنده حلوه، ويروح الطايره في الجو تنزل كده تنوره. لا هي يعني هي دي تقريبا لعبه زي بتاعه سما بالظبط. برده في بنت كانت معانا وطلعت نفس اللعبه دي. هي لعبه جميله. انت رايك ايه؟ عجبتك؟ بص للكاميرا حبيبي ورد عليا. عجبتك اللعبه دي؟ طب شوف الكيس بتاعك، دوق اللي فيه كده وقول لنا رايك ايه وشكله ايه اللي جوه ده. طيب الحمد لله، يعني انت اللعبه عجبتك يا فتحي. طيب من هنا تقول لي اصحابك ايه؟ بسلم عليهم بقول لهم شكرا. ماشي يا فتحي، انت يا فتحي شاطر ولد كويس، ربنا حبيبي يوفقك وان شاء الله نشوفك ايه في حلقه جديده. قول لاصحابك الحلوين باي باي. ماشي يا فتحي، سلام.